هبة، هم هذه المنطقة المدينة القديمة، هذه العوائل النجفية مهمشة مو فقط بهذا الزمن، وإنما حتى بزمن النظام البائد تهمشت هذه العوائل. شو السبب؟ السبب لأنها تضم طلبة الحوزة العلمية، ضم مراجع، ضم وكلاء مراجع العظام، يعني بالذات هاي المدينة القديمة وهواية يعني شهداء هي بها يعني. نعم. مراجع وكلاء المراجع، يعني معقولة يوم ما استنكروا وكلاء المراجع؟ أنا يعني واقفة من ناشدوني، وكيل المرجع مراجع العظام واقفين كانوا معاي يعني بالوقفة اللي الجماعة، وجيت لقيتهم المراجع يعني وكلاء المراجع واقفين. نعم. طلبة الحوزة كذلك، فيعني يعني محاربة فالتهميش بشكل بصورة غير طبيعية، أضافة إلى بعض العوائل، عوائل عشائرها، ما قلتش عشيرة واحدة وخاف مستهدفين عشيرة أو فئة معينة، وإنما ضم مئات العشائر، عشائر النجف الأصيلة يعني بعدة عشائر ساكنة من أب عن جد بهذه المناطق، فهذه مهمشة هذه العوائل، وصار لهم حسب ما وصلتني الرسائل يعني شفت النساء تبكي والله العظيم تبكي، يقولون صار لنا 3 أشهر لان وهس، يعني يقول كل شويه من تندق الباب يقولون نخاف عبالنا اجانا، يقول من يسمع صوت سياره او سياره حمل تتعدى يقول عبالنا الشفل ده يجي راح يفلش بيوتنا ونهرع نطلع لبرا، ليش هذا الرعب مسببين هذه العوائل؟ شنو ذنب هذه الناس؟ المواطن لحد الان نشوف ما صار فد شيء تقدم بواقعه، وانما مع الاسف ده يتهمش حكومات سابقه، حكومات حاليه، وما زال يعاني المواطن وفوق معاناته وحرمانه من حقوقه المشروعه له، يجون يدقون عليه بابه ويقولوا له تخرج من منزل يعني منزلك وملكه، هذه وين صايره؟ بيا بلد يعني صارت؟ وين صارت هذه؟ بيا عالم ما صايره يعني شيء ما صاير اليوم، لا قانونا ولا شرعا هذا الشيء صاير، يعني اليوم فعلا. حتى اكو ست هبة اذا تسمحين يعني. نعم. ولو ناخذ يعني فضل. عذرا اذا يعني بالوقت. لا بالعكس تفضل. نعم ست هبة، بالنسبة اكو قانون، اكو قانون من رئاسة الوزراء بزمن بعهد السيد العبادي. نعم. اقر في عام 2018 يجيز تمليك العشوائيات والمناطق الزراعية والمتجاوزين اللي بلغ محل يعني عدد سكناهم اكثر من 1000 وحدة سكنية. زين. طبعا هذا الكتاب واصل وموجود ومن 2018 ولكن ما تفعل يعني مع الاسف ما بدت تعمل به الجهات. وكذلك عندنا فد التفاته اكو منطقة حي الرحمة اللي هي موجودة يعني بجانب مقبرة وادي السلام. هذه كذلك من بعد السقوط ناس ما عندها سكنت بيها وبنت وبيوتها، وهذولا يعني همين طالبوا، ناس اجوا هم طالبوا ودي يطالبون يقولون احنا هذه المناكن لا يمكن ان يزيلوها، يعني هم بالالاف بيوت، فاليوم المواطن النجف انحرم بالعهد النظام السابق تحارب يعني حياته تاذى، اضافه الى الحكومات السابقه 18 سنه ما حلت مشكله ازمه السكن، هذا العالم وين تروح؟ ما عندها وظائف، وين يروح؟ يعني اغلبها راحوا تجاوزوا، هذا بالنسبه للمتجاوزين، ولكن اليوم الجديده الثانيه، ترى الجديده الثانيه معروفه من عام 2000 ومن عام 60 ومن عام من الخمسينات والستينات هم وارثيها، هاي ملكهم، فاحنا اليوم نتحدث عن قضيه عامه، مو فقط هذا اللي هم نتطرق مو فقط للجديده وانما بعض الاماكن. نعم. اكو ناس ما عندها